السلام عليكم. بس أنا عندي سؤال، يعني سؤال فيه نوع من التناقض شوية، إنه دائما أنت بتقول إنه مثلا أو في أحاديث ثابتة أو صحيحة إنه الخروج على الحاكم شنو حرام، زي ما عسى الشيخ شنو وضحه وقال حتى لو شنو لو جلد ظهرك أو شنو أخذ مالك، صح؟ طيب في حديث ثاني الرسول قال شنو؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، صح؟ عضوا عليه بالنواجس، الحديث صح؟ طيب سيدنا أبو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم أو رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول ما مسك الغلافة، أول ما مسك الغلافة قال أطيعونه ما أطيعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، صح ولا ما صح؟ طيب أنا دار أعرف هل هنا في تناقض بين الكلام ده أو الكلام ده ما صحيح، إنه لأنه قال حتى لو جلد ظهرك ما تطلع له، وهنا أبو بكر قال أطيعونه ما أطيعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. طيب أنت الحاكم عصيت ربنا، قتلت ناس عديل في عصيان أكبر من كده، قتلت وضبحت وشردت واقتصبت وعملت، ما في عصيان أكبر من كده. فأنا شايف هنا إحنا مفروض شنو؟ طيب بس أنا بس دار أعرف، يعني في نوع من التناقض أو في أو واحد من الحديث ده في واحد صحيح وواحد ما صحيح وكده، وشكرا. طيب الأثر يا جماعة كلام أبو بكر إن صح إنه قال فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم، يعني على المعصية، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا من ولي عليه وال كده أمسك البتاع فرآه ألا من ولي عليه وال يعني حاكم فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ورانا فرق لنا الحاكم هو معصوم، العصمة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما غير الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخطئ، قد ما يقصد أنه يخطئ لكن يخطئ أي أحد دون النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا عصى الله الحاكم، الرسول نبهك قال لك تسوي شنو؟ قال لك تكره المعصية، دي واحد في الحديث ذا. وفي حديث ثاني في المسند قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي حديث ثالث في البخاري قال إنما الطاعة في المعروف. يعني يبقى معنى الكلام بتاع وكر ده هو معنى هذه الأحاديث، إنه إن عصيت فلا طاعة لي عليكم، يعني في شنو؟ في المعصية. لكن هل أبو بكر قال إن عصيت أخرج علي؟ إذا قلت أيوة، وين الدليل من كلام أبو بكر؟ واحد، إذا جبت وما حتجيب ليوم الدين، إن جبت ذاته عرفته اتورطت ليه، معناته أنت داير حاكم معصوم لا يعصي، ولا أحد معصوم بعد المعصوم. فهمتوا الحتة يا جماعة؟ يعني إن فسرتك لأبو بكر ده قلت إن عصيت فلا طاعة عليكم، يبقى أي حاكم عصى ما نخرج لا طاعة عليكم، نخرج توالي، يبقى ما في حاكم أصلا، لأنه ما في حاكم شنو يا جماعة؟ معصوم. فهمتوا الحتة دي؟ ودي من الشبهات، معلش يا أخونا ده غدا يكون ده يستفيد من الشبهات اللي بيجيبوها العواليك بتاعنا الأخوان المسلمين. يا أخي أنت بس أعرف إنه الأخوان المسلمين ده لما يحكموا بيجيبوا لك آيات الطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي، يعمل لك لا غنة ومد 70 حركة، أولي الأمر منكم. اليوم اللي يشيلوا برا يقول لك وإسلاما، هو قصده شنو؟ هنا ده الموضوع كله، أنت لابد تفهم الحتة دي. عشان كده بيجيبوا الشبهات دي، أنا ما لاقيني أوسخ وأجرم وناس دارين يحرفوا الدين، أنا ما لاقيني زي الأخوان المسلمين. حتى الصوفية، الناس اللي بيلمعوا الصوفية واللي بيحموا الشرك بتاع الصوفية واللي بيدعموا الشرك وبيبنوا للصوفية القبب والأوثان والمعابد الوثنية حقتهم هم الأخوان المسلمين بمختلف مسمياتهم، كان كيزان وطني، كان كيزان شعبي، كان سرورية نزع عبد الحي، كان مين الحبر، كلهم والله ديل اللي بأيدوا الشرك. البرعد أنا دائما بقول قاعد مجدوع له كم سنة في البلد دي، قاعد البرعد قديم قديم أقدم من حبوبتي دي، عرفته قاعد، لكن الظهر منو؟ الظهر الكذا هم على عثمان محمد طه الصوفي ده طفش مشى والبرعي ولمعوش، أنا ضربوه ناس المهدي بتاعنا الأنصار في الجزيرة هذا، وديك طبعا ما فاهمين الحاصل.
وضربوا ناس المرغني قاعدين هناك في حلة اسمه شنو خوجة البحري، مشوا لمعوا الصوفية البرعي، والبرعي مؤتمر وطني انت ما عارف، والكباشي مؤتمر وطني انت ما عارف، والركين مؤتمر وطني، وصايم ديمة مؤتمر وطني، لمعوا ديل ودعموهم بالمليارات بالمليارات. شيخ تلقى كروز الراكبه بعشرة مليار الليلة، والثاني مقرش بأكياس ولسه ما فتحوا في الراكوبة، والرابع مقرش في الزريبة جوا، عرفته؟ واللواري واقفة، جابوا من وين ده؟ من وين جابوا ده؟ عرفته؟ ده الأموال الشعب، ده لا تضيعوا أموال الشعب، لكن أنت ما جايب خبر. والناس اطلعوا على البشير ديل ذاتهم كلهم، احنا ما خايفين من يزول، كلهم ما طلعوا على البشير وعلى الكيزان إلا من أجل النعناع بيض طعمية دكوة فول، عرفت كلامي؟ ما في واحد فيهم طلع لأنه الكيزان ديل نشروا الشرك، ما في زوم طلع، ما في زول طلع خايف على الدين، ما في خالص ما لقانا لليلة، كلهم نعناع، عشان كده لليلة نعناع ما في، كل مرة نعناع ما في، كل مرة نعناع ما في، ليه؟ لأنك أنت ذاته والطلوع ذاته من أجل ذا ما بجوز إذا كان الحاكم ما كفر كفري بواح، لكن أنا دار أوريك إن الطلوع ذاته ما كان من أجل الله، ما كان من أجل حق الله على العبيد يا ناس، حق ربنا أعظم حق، عشان كده ذاته لما نخش الآن قال الكتل ما في جريمة أكبر منه فيها زول الشرك، ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، ده ما بيغفروا إذا ماتوا عليه ويغفر ما دون ذلك، فواحد كتل مية نفس الله غفر ليه، ده ما دفع عن كيزان، أنا بدافع عن إنه الشرك أكبر من شنو؟ أكبر، فالناس ما فاهم المشكلة وين، عشان كده المشكلة ما دارت تحلها، زي الزول اللي بيمشي يقول في دكتور فلان شاطر يمشي وذاك ما شاطر ما يعرف مشكلته وين يدي دواء غلط يفطس زيادة، يمشي دكتور فلان برضو ما يعرف مشكلته يفطس زيادة، ده حالنا الليلة والله يا ناس، مشكلتنا في الشرك القاعد ده في القبب اللي بتعبد دي يا أخي اللي بتعبد دي، الآن في أبو حراز يقال 99 قبة، أمشي الكباشي قبة طابقين وثلاثة شيخ تعد سروال فوق والعراقي غادي، عرفته؟ أمشي الهلالية قبة أربعة طوابق، أمشي هنا ده أم ثلاثة في حطب حطب بتاع شجر مجدع، أنا مشيت بيدي ومسكته بيدي ورفعته جدعته ذاته، عرفته؟ قالوا الحطب ده ما في زول بيقدر يرفعه لأنه ده حق أبوك الشيخ القبيل ما داك، قال كان شالك شك شيل لك حطب، حلة كاملة إلا الموحدين فيها، والناس الطيبين من العوام بيخافوا من الهوزة من الحطب، عرفت كلامي؟ كيف الأمة تتقدم؟ كيف الأمة تتقدم يا ناس؟ في وسط السودان مشينا جنب النيل، جنب النيل في بيان قال صوفي مستهبل عامله كده، عامله بيطوب كده ومعلق له بيرك بيعمل كده، شفته؟ حلة كاملة تخاف من دلقان مشرمط معلق، حلة كاملة يا أخي تخاف من دلقان يا ناس، ودارين الله ينزل لكم النعناع كيف كده كيف، وربنا قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة يعني مشركة إن أخذه أليم شديد، الله قال كده يا ناس، صلحوا التوحيد في الله، صلحوا العقيدة، إذا كان دكتور في جامعة أم درمان الإسلامية المجمع الطبي بيدرس في كل الطب أستاذ كرسي التفسير يقول نحن في السودان بنمشي للمشايخ بندفع القروش، المشايخ بنزلوا المطر، يلين فيك وهابي يقول لك ما تدعو الله وبتدعو والله ما بيديك المطر، الشيوخ بنزلوا المطر، دكتور دكتور، والأمة قاعدة تتفرج، لكن لما البنزين الناس يطلعوا يزغط 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 يزغط، لكن لما نزول يقول الله ما بينزل المطر والمشايخ اللي بينزلوا المطر، الناس يقول لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، دارين الحالة تصلح، أوعكم تغشوا نفسكم وأوعكم تسمعوا كلام الإخوان المسلمين المستهبلين اللي بيحاول يلفوا المشكلة، المشكلة في العقيدة في البلد دي، ما في أي مشكلة ثانية، بلد فيها مش نيل نيلين، انت عارف النيل اللي جاي من وين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرت أربعة أنهار من الجنة، من الجنة النيل ده هو حقنا دزاته ما واحد تاني كما قال شرح الحديث، والفرات وسيحان وجيحان وسيحون وجيحون، حقنا ده جاي من الجنة، تاني يا تموية أطعم منه يمكن إلا موية زمزم، يا تموية تاني يا تموية أحلى منه، يا تموية أفيد منه للبشر للحيوان للشجر للزرع، يا تموية برضو عطشانين، أنا ساكن حي الجرف 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 طرف البحر،
30 يوم مويه ما في رمضان اللي قبل ده، 30 يوم. اول ما رمضان انتهى العيد المنصور عمل كبت. دي ما ايه من ايات الله؟ ما نرجع على نبينا شويه؟ ما نرجع على نبينا شويه؟ بلد كلها زراعه، والله بعيني دي شفتها. مشينا جهه كردفان، كردفان حفظها الله، حيطه حيط البيت بيقوم فيها الخضار في الحيطه، صح ولا ما صح؟ ناس كردفان وين؟ الحيط ما الواطع، الحيط دي وحيط بعضها بتاعت اسمنت بتبقى خضراء. بعد ده الناس جعانين، بعد ده كيلو الطماطم حصل في المره اللي فاتت 300 جنيه وما في. رايكم شنو انتم؟ المشكله شنو يعني؟ سيكولوجيه، ايديولوجيه، الكلام بتاع العواليق ديل. المشكله في الشرك في العقيده يا ناس، وحدوا الله ده يا اخي.